حراك عراقي دبلوماسي تجاه تركيا بهدف زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات وتأمين الرية الأولى لموسم الزراعة الشتوي. حراك يتزامن مع التحسن النسبي في الخزين المائي مع توقعات إيجابية بموسم شتوي ممطر من شأنه أن يزيد من مستوى المياه في الخزانات والسدود. عندنا محاولات حالياً للطلب من إيجار تركيا زيادة الإطلاقات، هذه مهمة جداً في هالمرحلة هاي لتأمين الرية الأولى لمحصول الحنطة والشعير. توقعات تشير إلى أن هناك أمطار جيدة في الشهر القادم، راح يكون لها تأثير إيجابي بشأن رفد الخزين المائي. الحوار الدبلوماسي مع دول المنبع سياسة تتبعها الحكومة لتأمين حاجة البلاد من المياه، فضلا عن ربط ملف المياه بالملف الاقتصادي لتعزيز الشراكات والمصالح الثنائية. الحكومة العراقية تؤمن أن ما زالت الدبلوماسية هي تمثل الحل الأمثل في موضوع المعالجة، خاصة أن العراق يرتبط مع تركيا في كثير من المصالح الاقتصادية في هذا الموضوع. وإلى جانب الحراك الخارجي، باشرت وزارة الموارد المائية بتهيئة منشآت الخزن والتوزيع والسيطرة لاستقبال مياه الأمطار والإطلاقات المائية الإضافية لزيادة مستوى الخزين المائي ومنع حالات هدر المياه الواردة إلى البلاد. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.